مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، واهلا بكم في حلقه جديده من هاشتاج اهلي. طبعا زي ما انتم عارفين هاشتاج اهلي بنشوف كل اللي موجود على السوشيال ميديا وبنجيبه لحضراتكم. تابعونا دايما، لو عندكم مقترحات، عندكم اسئله، عايزين نضيف حاجه في البرنامج، ابعتوا لنا على طول على السوشيال ميديا بتاعه البرنامج هاشتاج اهلي بالفرانكو على فيسبوك وتويتر وانستغرام. زي ما انتم عارفين طبعا بيكون معانا سؤال او موضوع يعني بتشاركونا بارائكم فيه من خلال الحلقه. تعالوا نتعرف على سؤال حلقه النهارده من هاشتاج اهلي، بيقول لي: ما رأيك في مستوى حكم مباراة الأهلي والفيصلي طبعا الأردني في نصف نهائي البطولة العربية؟ خليني أقول لكم النهاردة هيكون معانا إيه في هاشتاج أهلي. طبعا بعد مباراة أمس يعني جمهور نادي الأهلي عمل فيديو كده وهو سماع الحلوة والمرة معاه. والسوشيال ميديا الأهلوية بتحتفي بفريقها. وأرسنال الإنجليزي بيفتخر بأصغر مشجع لفريقه. اهلا بيكم مره ثانيه في هاشتاج اهلي. خليني اقول لكم يعني احنا دايما بنشوف اللي حصل على السوشيال ميديا. امبارح طبعا كان في يعني زي ما بيقولوا كده حرب على السوشيال ميديا. الناس مش عاجبها وناس عاجبها، وناس بتساند وناس بتنتقد، وناس بتقف ورا الفريق، وناس يعني حاجات كتير قوي على السوشيال ميديا بعد مباراه الاهلي والفيصلي الاردني. خلينا نقول ان هي في الاخر بطوله، سواء البطوله العربيه دي بطوله وديه، كان ليها سلبيات وكان ليها ايجابيات. خلينا نتكلم الاول عن الايجابيات. احنا شفنا يمكن اكتر من حاجه ايجابيه في البطوله، يعني شفنا البدلاء، كابتن حسام بدري ادى يعني فرصه للعيبه البدلاء، شفنا اكتر من لعيب، شفنا صالح جمعه رجع لمستواه مره ثانيه من خلال البطوله العربيه، شفنا واحد زي عمرو بركات قدم مستوى رائع، شفنا امبارح احمد الشيخ. ولكن انا شخصيا عندي علامه استفهام على عمرو بركات امبارح. عمرو بركات ما كانش موجود في الماتش اصلا خالص، يعني هو كان جايب ماشي كويس وجايب هدفين في اخر ماتشين، وفجاه هو مش موجود. كلام اتقال ان عمرو بركات اتصاب وما دخلش التشكيل، وبعد كده رجعوا بعد الماتش قال لا عمرو بركات ما كانش مصاب، كان سليم، ما كانش فيه اي حاجه. فدي بالنسبه لي انا شخصيا علامه استفهام كبيره جدا. خلينا نقول عندنا سلبيات برضو، يعني في سلبيات ويمكن شفناها امبارح وكل الناس اتفرجت على الماتش شافتها امبارح، وهي طبعا دفاع النادي الاهلي. دفاع النادي الاهلي بعد طبعا احتراف احمد حجازي لويست بروميتش، شايفين الدفاع يمكن كابتن حسام بدري امبارح لعب باحمد فتحي سيرد باك. هل ده هيفضل كتير؟ يعني هل احمد فتحي هيلعب في مباراه الترجي سيرد باك؟ ناس كتير بتقول محمود عزت هيجي من سموحه. طب محمود عزت لعب في الكونفدراليه مع سموحه، فهو مش هيبقى موجود في افريقيا. بعد كده محمود متولي من الاسماعيلي. طب احنا عايزين نعرف في الاخر هل هيستمر الدفاع النادي الاهلي بنفس المنظر اللي احنا شفناه امبارح، ولا هيكون في تغيير؟ كابتن حسام بدري عنده رؤيه فنيه ثانيه، هيكون في تغيير، هنشوف حد ثاني، هنشوف مدافع اجنبي زي ما بنشوف مهاجمين اجانب سوبر، نشوف مدافع اجنبي، يعني هنشوف الفتره الجايه. ولكن خلينا نقول هي كان ليها سلبيات وايجابيات، ودايما جمهور الاهلي واقف ورا النادي الاهلي في اي حاجه، سواء في خساره او في مكسب، وفي الخساره قبل المكسب. تعال نشوف بقى السوشيال ميديا علقت على الموضوع ازاي. طبعا تعال نشوف، بنبتدي دايما بالفيسبوك. وبعد خساره الاهلي امام الفيصلي وسوء الاداء وسوء حكم اداء حكم مباراه وتعمد لاعبي الفيصلي اضاعه الوقت واهداره، طبعا لاعبي الاهلي لقوا مؤازرة كبيرة جدا من الجماهير سواء في الاستاد او من على السوشيال ميديا بعد الماتش، رسمية وغير رسمية، بعد الاداء والروح الكبير اللي شفنا امبارح لعيبة النادي الاهلي. ولكن خلينا اقول انا شفت الاداء وشفت الروح في الشوط الثاني، ما شفتش الاداء والروح في الشوط الاول، وناس كتير يمكن هتقول معايا نفس الكلام. احنا شفنا الاداء والروح في الشوط الثاني بس. ولكن تعالوا نبتدي مع بعض نشوف كده الفيسبوك كان بيقول ايه، والسوشيال ميديا كلها كانت بتتكلم عن الموضوع ازاي. والبداية مع صفحة الاهلي الرسمية، الصفحة الرسمية لقناة الاهلي عفوا على فيسبوك، واللي نشرت فيديو تحت عنوان على الحلوة والمرة معاه. تعال نشوف الفيديو ونرجع تاني.
بعد نهاية المباراة ظهر على لاعبنا صالح جمعة طبعا الحزن الشديد وانهمر كمان في البكاء على خروج فريقه، وده اللي خلى صفحة محبي مليك إيفونا يعلقوا على رد فعل صالح وكتبوا ما لا يقدر بمال. طبعا احنا شفنا صالح امبارح في لقطة حلوة جدا، لقطة غيرة وحزن على النادي الأهلي بعد الخسارة امبارح، كان شفنا الروح دي يمكن في الشوط الثاني من صالح، كان عمال بيعافر على اي كوره كان هيتجنن ويسجل هدف، ولكن الحظ ما حلفوش امبارح، كان ليه ضربه جزاء، كان ليه كوره في العارضه. يعني شفنا امبارح اداء عالي جدا من صالح جمعه، استمر يا صالح، وطبعا لعيبه النادي الاهلي كلها، ولكن استمر يا صالح وان شاء الله اللي جاي احسن. كمان نشرت صفحة الأهلي صورة لصالح جمعة من المباراة وكتبت عليها راجل والله عارف قيمة التيشيرت على الحلوة والمرة معاه. أما صفحة أخبار الأهلي فوجهت الشكر لنجوم الفريق على روحهم اللي ظهروا عليها طوال المباراة، ونشرت الصفحة صورة ضمت كل من أحمد حمودي وصالح جمعة وعلقت وكتبت لأنكم رجال شكرا لكم. أما صفحة الأهلي فانز فقالت خسارة الأهلي في البطولة العربية الودية في الدور قبل النهائي استفدنا منها أكتر من لاعب، سيظل الأهلي كبيركم وستظل أقزام أمام تاريخه. أما صفحة جمهورية الأهلوية فكتبت كم أنت عظيم يا أهلي، في مكسبك بتسعد الملايين من الجمهور وفي هزيمتك بتخرج الحصالات من الجحور، الحمد لله على كل شيء. أما صفحة أبو تريكة لوفرز فسخرت من حكم المباراة الموريتاني بسبب ركلة الجزاء اللي رفض أنه يحتسبها للأهلي، ونشرت صورة الحكم بيمثل دور الكفيف زي ما أنتم شايفين. أنا مش صفحة أبو تريكة لوفرز بس اللي سخرت من الحكم، هي مصر كلها امبارح وكل جمهور الأهلوية سخرت من الحكم يعني، وكمان اتوجه له إنذار من اللجنة المنظمة. والمصيبة بقى الأكبر أن هو هيحكم مباراة مصر اللي جاية في تصفيات كأس العالم، يعني دي المصيبة الأكبر. يعني امبارح الماتش وخلص وخلاص والحمد لله كنت زي الفل، وهنقول في الاخر ان هي بطوله وديه، ولكن في الماتش الرسمي بقى هتعمل ايه حضرتك؟ يعني هتلبس نظاره شمس مثلا، او هتركب لينسز مثلا عشان تشوف ضربات الجزاء، واحنا خلاص داخلين على ان شاء الله هنصعد باذن الله في كاس العالم. خلينا نشوف الحكم الموريتاني هيودينا كاس العالم ولا هيودينا فين بالظبط. طيب تعالوا نروح على تويتر ونشوف تويتر كان عليه ايه، والبدايه مع تصريحات الكابتن حسام بدري واللي اكد ان الاهلي انه فخور بأداء اللاعبين في المباراة، وأن التوفيق لم يكن بجانب الفريق في المباراة، وكمان سوء قرارات من الحكم. تعال نشوف البدري قال إيه ونرجع تاني. بيبقى فيه طبعا أيام في عدم توفيق، والنهاردة احنا طبعا كان أحد هذه الأيام. طبعا النهاردة كان واضح جدا مفيش توفيق لفرقة النادي الأهلي النهاردة. لو شفنا سيناريو المباراة على مدار الشوطين وفي نفس الوقت التوفيق اللي كان مع فرقة الفيصلي، لكن ده بيبقى موجود في كرة القدم وارد جدا. وعلى الجانب الثاني بقول إذا كان ساعات بيبقى فيه عدم توفيق، لكن برضو ما يبقاش فيه عدم توفيق وسوء تقدير من الحكم في بعض القرارات. وأعتقد مش هتكلم على كرة برضو ضربة الجزاء اللي هي بتاعت صالح جمعة اللي جات في إيد اللاعب، كانت هتغير في التوقيت وتغيير مسار المباراة، لأن شفنا زي ما انا بقول كان في توفيق كبير جدا لفرقه الفيصلي. حتى الضغط الهجومي اللي اتعمل واللي كان بشكل مكثف في الشوط الثاني، والتوتر اللي كان موجود عند فرقه الفيصلي في التعامل مع الضغط دوت، كان بيشوف حتى بيبقى لصالحهم حتى في الكور اللي بتطلع عشوائيه بتبقى لصالحهم، فكان واضح بيبقى في سيناريو كده واضح. لكن انا اقول ان الحكم كان ليه برضو مش السبب الرئيسي، لكن الحكم بقدراته، لان اعتقد لو حسبنا الوقت الضايع هتلاقيه مش اقل من 13 14 دقيقه، والحكم بيدي 8 دقائق، فده مع ضربه الجزاء. فاعتقد الحكم كمان ما كانش قد المباراه، لكن ده مش ده الهدف الاساسي. الهدف الاساسي ان احنا ما كانش فيه توفيق النهارده، وباينه جدا، لان باداء النادي الاهلي وبالتوفيق والاخطاء اللي حصلت وشفنا الاهداف النهارده جت ازاي لفرقه الفيصلي، فواضح ان فيه توفيق، وهي دي كره القدم. بقول للعيبه هارد لك، لان
مفيش لاعب اثر النهارده، وفي ايام بقول بتبقى مفيش توفيق ليك. فدي انا شايفك بعد المباراه كنت بتتكلم مع اللعيبه بتشد من ازرهم، كانوا حاله من الحزن الشديده جدا، حتى جمهور الاهلي نادى على كل اللعيبه وعلى الجهاز الفني بالكامل، وده شيء اكتر من رائع بالتاكيد. اكيد طبعا انا بشكر الجمهور على مساندتهم النهارده وعلى النداءات اللي وجهوها للعيبه، لان هم حاسين باداء اللعيبه النهارده. لكن زي ما انا بقول اكيد الكل شاف النهارده مفيش حد من اللعيبه اثر، كان في عدم توفيق النهارده، وكان في بوادر قبل المباراه يعني برضو بعض الحالات، زي كان المشكله عندنا في قلب الدفاع، بيبقى في ايام بين كده. لكن طبعا انا بشكر اللعيبه اللي اتعاملت النهارده وشفنا ادوا بشكل كويس، لكن بقول هارد لك وان شاء الله هنبص اللي جاي ان شاء الله. كابتن، هل غياب 13 لاعب من النادي الاهلي خلال البطوله اثر على نتائج النادي الاهلي بالسلب؟ لا، احنا زي ما قلنا، ما عشان ما نقولش ان المباريات دلوقتي، يعني انا تملي بقول ان تفكيرك مع المرحله ما اتغيرش، وانا قلت تحت اي ظرف هنتعامل مع المرحله ونريح اللعيبه اللي كانت المفروض ترتاح، على اساس عندنا اكثر من مشوار بعد كده، عندنا كاس مصر وعندنا المشوار الافريقي، وتعاملنا مع البطوله العربيه بمنتهى الجديه، ما كانش في تخاذل، وكان حساباتنا بمجرد ما هنوصل السيمي فاينل زي النهارده هبتدي اخش لعيبه. وشفنا النهارده فتحي بيأدي ازاي، شفنا عبد الله السعيد بيأدي ازاي، اللعيبه اللي رجعت النهارده حسام عاشور، لكن طبعا تغيير حسام عاشور نتيجه التعامل مع المباراه، فجاهزيتهم برده كانت بشكل مرضي جدا جدا جدا، وده كانت حساباتنا، كنا موفقين في الحسابات بتاعتنا، لكن ما كانش في توفيق في النتائج. يعني خليني اقول طبعا انا مع كابتن، طبعا مع الكلام اللي كابتن حسام بدر بيقوله عن ان الحكم سيء. ماشي، الحكم سيء طبعا، ولكن يمكن وقت ضايع كتير جدا من لعيبه الفيصلي امبارح، شفناه كل واحد بيوقع الجون بيوقع بالربع ساعه، وفي الاخر الحكم احتسب 8 دقائق وقت بدل ضايع. ولكن في سلبيات موجوده، خلينا نقول في سلبيات موجوده، منها الدفاع طبعا، وان شاء الله نتمنى ان احنا نشوف السلبيات دي في ماتش الترجي، لان هتبقى مشكله كبيره جدا 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 لو شفنا المشكلة دي ولقينا نفس المشكلة، مشكلة الدفاع. عايزين نصعد وإن شاء الله بطولة أفريقيا ونروح كأس العالم للأندية، ولكن بالدفاع ده لازم نشوف له حل، وأكيد كابتن حسام بدري بيشوف حل للموضوع. كمان نشر موقع البطولة العربية إحصائية عن مباراة الأهلي والفيصلي، واللي جاءت تحت عنوان ربما لم يمتلك الفيصلي الأفضلية من حيث الأرقام أمام الأهلي المصري، ولكنه استطاع أن يمر إلى النهائي. تعالوا نستعرض مع بعض كده نشوف أبرز ما جاء في الإحصائية. الأهلي استحوذ على الكورة بنسبة 67%، أما الفيصلي بنسبة 32%. الأهلي كان ليه 11 ركنية في المباراة، في المقابل الفيصلي كان ليه 3 ركنيات. دقة التمريرات في الأهلي في المباراة وصلت لحد 80%، أما الفيصلي كانت 58%. في الالتحامات الأهلي كان الأفضل بنسبة 54%، أما الفيصلي فكانت نسبته 46%. ده اللي احنا بنقوله وعمال أقوله من أول الحلقة، أن الأهلي كنا الأفضل، كنا الأحسن، ولكن يمكن بسوء حظ ما حلفناش الحظ امبارح، سواء بقى بالحكم، مش هنطلع نقول بقى بالحكم أو 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 أو, أو, أو. ولكن خلاص، هو مباراة وعدت وخلاص، وعندنا الأهم هي البطولة في الآخر ودية، عندنا أفريقيا، عندنا الكاس، عندنا حاجات، عندنا كتير أهم. استفدنا، شفنا إيجابيات، شفنا سلبيات، أكيد هنحاول نعالج السلبيات، وشفنا إيجابيات، يمكن حاجات كتير شفناها. انا نتمنى ان احنا نشوف عمرو بركات، لان هو كان واحد من ايجابيات هذه البطوله، كان واحد من الناس اللي مقدمه بشكل كويس جدا، كان بينزل بيغير الماتش. نتمنى ان شاء الله نشوف عمرو بركات مره ثانيه في التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي. هنشوف مع بعض رد فعل بقى جمهور الاهلي على هاشتاج يلا يا اهلي بعد الخساره من الفيصلي، وقالوا ايه لناديهم. البدايه مع نادر، واللي قال: وفي الهزيمه ازداد لك عشقا، دمت لنا فخرا، ودام المجد والفخر للجماهير. أما عبد الله كتب: والله حرام الأهلي يطلع يا أخي، فريق يستاهل يشيل البطولة، والحكم سيء جدا، ضرب الجزاء بيشوفها الأعمى، بس كفوا اللاعبين ما كسروا. محمد حجازي كتب: بفتخر أني أهلاوي، أنا الأفضل في أفريقيا ومصر، أنا الأفضل في العالم في الهزيمة، وده قبل الفوز معاك فخر مصر. نينا كتبت: مش بشجع الأهلي عشان البطولة، لا أنا بشجعه عشان بحب دولاب البطولات، مفيش مكان فاضي للبطولة دي، خيرها في غيرها، يكفيني أني للأهلي أنتمي. سارة كان ليها رأي تاني وكتبت: الأهلي فريق بيحارب عشان خاطر يفرح جمهوره، والآخر لحظة بيثبت لنا أنه قد حبنا ليه على الحلوة والمرة معاه، ومش مهم والله عاش يا رجال.
العقرب بقى كتب ولا يفرق مع اسياد القاره، ضربات جزاء ولا بطولات وديه، الاهلي بيفرح جمهوره وهيفضل مفرح جماهيره، ولكن لا توفيق. طبعا الفنان يوسف الشريف بعد كل مباراه بيشيد بلعيب، بينتقد لعيب، بيشيد بالمباراه، بيشيد بالاداء. المره دي بعد مباراه الاهلي والفيصلي الاردني، يوسف الشريف كتب تويته ناريه شويه، قال فيها: في فيروس منتشر في الكره العربيه، فرق كتير لعبتها بتدعي الاصابه عشان بتضيع وقت، وطبعا الحكم بيساعد على ده. اكرم لك تخسر وما تعملش كده، العداله في اللعب. كمان حرص حسام غالي قائد الاهلي على التقاط صوره تذكاريه مع احد مشجعي الفريق الاحمر من ذوي الاحتياجات الخاصه، وده قبل انطلاق مباراه الاهلي والفيصلي الاردني طبعا امس. نروح بقى من خلاص كفايه فيسبوك وكفايه تويتر، نروح بقى للانستجرام ونشوف بقى الفانز بتوع النادي الاهلي واصدقائنا طبعا. البدايه مع رحمه وصفحه الاهلي فانز 74، واللي نشرت ديزاين للفريق مكتوب عليه في الشده: انا برضو ظهره وانا ليه درع الامان. نشرت صفحة الأهلي سبورت صورة لحسام غالي قائد الفريق، وده قبل مباراة الفيصلي وهو بيلتقط صورة مع أحمد يوسف أحد مشجعي الفريق من ذوي الاحتياجات الخاصة. أما صفحة الأهلي نيوز 74 فنشرت صورة من المباراة لصالح جمعة وهو بيرد التحية لجماهير الفريق، وعلقت على الصورة وكتبت: الحمد لله فريقنا رجالة. كمان علقت صفحة الأهلي ايجيبت لوفرز على بكاء صالح جمعة عقب المباراة، طبعا الفريق فيه لعيبة رجالة عارفين قيمة الفانيلا. وجهت كمان صفحة استاد الأهلي رسالة للاعبين قالت فيها: بنتمنى من الجهاز الفني إغلاق ملف البطولة العربية والتركيز في المباريات القادمة. كمان ده كان رأي صفحة الأهلي ايجيبت 74، واللي قالت: مباراة وانتهت، نركز في اللي جاي، رجالة الأهلي قادرة على الفوز بأفريقيا إن شاء الله، والبعض يحتاج لعشرات السنين حتى يقترب من عدد بطولاتنا إحنا الأهلي. آخر صفحة معانا النهاردة هي صفحة الأهلي إيجل، واللي علقت على المباراة وكتبت: نعمة إنك تكون أهلاوي، والله فرق كبير بين عقلية جمهور الأهلي وعقلية جماهير فرق تانية، لو كانت اتعرضت للظلم اللي الأهلي اتعرض له، طبعا قصدهم النهاردة على امبارح يعني، كانوا طلعوا قالوا مؤامرة كونية وتحججوا بالتحكيم، لكن الحمد لله إحنا مش بنتحجج بالتحكيم حتى لو اتظلمنا، وعشان كده هنفضل دايما رقم واحد. حلو الكلام اللي كاتبه الاهلي يجي ده، سلام عليك. نروح دلوقتي بقى لفقره الفيديوهات اللي بنجيبها لكم في هاشتاج اهلي، والبدايه مع قناه ريال مدريد الاسباني اللي نشرت على موقعها على يوتيوب استعدادات الفريق الملكي للموسم الجديد طبعا بعد رجوعهم لاسبانيا. تعالوا نشوف الفيديو اللي نشرته ونرجع تاني. Nosotros nos preparamos para el día 8. Nuestro objetivo hoy en día es solo eso. Sabemos que todos los partidos con el Real Madrid son muy importantes, pero lo más importante son los dos partidos que tenemos de Supercopa. Sabemos que vamos a hacer un año, va a ser difícil, claro, porque todo el mundo va a querer ganar al Real Madrid, pero esto es más bonito para nosotros.
ده كان فيديو كده يعني ريال مدريد كونت ريال مدريد عملته طبعا استعداداتهم للموسم الجديد وابرز اللقطات يعني لعيبه مدريد. كمان انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي على تويتر فيديو ساخر من البرازيلي نيمار وده بعد انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي. ناس كتير بقى قالت ان نيمار باع برشلونه وطلع قال اصل مش عارف مش عايزين ياخدوا الفلوس عشان ما يروحش باريس سان جيرمان, ولكن في الاخر هو نيمار راح باريس سان جيرمان. الناس اصلا هناك في فرنسا بقت تلبس التيشيرت بتاعه, عملوا له التيشيرت بتاعته ولبس رقم 10, وهنشوف نيمار الموسم اللي جاي في باريس سان جيرمان. تعالوا نشوف الفيديو الساخر اللي عملوه لنيمار طبعا بعد ما ودع برشلونه وقال لهم باي باي. نرجع تاني. In case you haven't figured it out yet, there's always a plan B. هو متهيألي الهدف من الفيديو اللي انا شفته ده اللي هو انت بتتعني في ظهر يعني اللي هو جاب كرسي ضربه من الاخر. يعني يا جماعه هو نيمار مش غفل برشلونه ولا هو الراجل مش مرتاح هناك في برشلونه وشاف ان هو هيبقى مرتاح اكتر في حته ثانيه. المبلغ طبعا ضخم جدا 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 لحد يعني من هنا لبكره, فالراجل حب يروح باريس سان جيرمان عادي. يعني جماهير برشلونه ما تزعلش, عندكم ميسي عندكم سواريز عندكم لعيبه كتير جدا, ما تزعلوش يعني ان شاء الله اللي جاي احسن. كمان نشرت صفحه سبورت الانجليزيه على حسابها على انستغرام فيديو ساخر وصفت فيه حال جوزيه مورينيو المدير الفني طبعا لمانشستر يونايتد ونظيره في تشيلسي انطونيو كونتي مع بعضهم في الموسم الجديد بالبريمير ليج. طبعا حرب يعني مانشستر يونايتد يا جماعه السنه الجايه بعد ماتتش ما جه في نص الملعب هم قفلوا لهم نص الملعب كده بالضبط مفتاح مانشستر يونايتد. جوزيه مورينيو عامل لهم حاجز كده, هنشوف مانشستر يونايتد السنه الجايه في الدوري الانجليزي هيعمل ايه وربنا يستر اكيد هيكون بشكل مختلف جدا. ونشوف تشيلسي يا عيني هيعملوا ايه الموسم الجاي, هل هيستمروا وهياخدوا الدوري الموسم اللي جاي كمان ولا خلاص شكرا كده لحد كده وشكرا. هنشوف الفيديو ونرجع تاني. يعني شويه اقلام كده على السريع. يعني انا شايف من وجهه نظر انا يعني ان مانشستر يونايتد السنه الجايه هو اللي هيكون هيحصل على الدوري, مش عارف انا بشوف شايف كده يعني بعد الصفقات وجوزيه مورينيو يا جماعه مدرب كبير جدا, ولكن انا اتمنى ان ليفربول هو اللي ياخد الدوري طبعا او ارسنال, يعني حاجه يكون فيها حد عربي يعني حد مصري كده اخواتنا محمد صلاح محمد النني. ولكن مانشستر يونايتد السنه الجايه صعبه جدا الصراحه. كمان استعرض الحساب الرسمي لنادي ارسنال الانجليزي على فيسبوك فيديو لاصغر مشجع للفريق وهي بتهتف باسم النادي. تعالوا نشوف اصغر مشجع لارسنال ورينا رجع تاني. طب دي كانت فيديوهاتنا النهارده من هاشتاج اهلي وكمان اخبارنا على السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر وانستغرام. تعال نرجع مع بعض سؤال حلقه النهارده وهو كان رايك في مستوى الحكم الله يبارك له اللي كان بيحكم امبارح مباراه النادي الاهلي والفيصلي الاردني. تعال نشوف الناس قالت ايه. رجب محمد السيد كتب حكم فاشل ولا يصلح لمباراه فاصله زي دي وتنظيم فاشل. شكرا يا رجب. زينه كتبت حكم سيء جدا واللعيبه والله كانت رجاله لحد الثانيه الاخيره لولا الحظ وعدم التوفيق. وليد ازارو لاعب جامد جدا تحياتي الافضل مقدم ربنا يخليك يا زينه تحياتي ليكي. ميسي كتب البعض فقد الامل في ناديه فاصبحت خساره الاهلي مصدر لسعادته الحمد لله واللي جاي احسن ان شاء الله تحياتي ليك يا ميسي يا ابن الاهلي. محمود جمعه كتب حكم فاشل. محمد ماجد كتب الحكم الفريق الاردني بصراحه الحظ ما كانش موفق مع الاهلي امبارح. احمد خليل حكم ظالم حسبي الله ونعم الوكيل فيك وان شاء الله ماشي حبيبي يا عم احمد. والله محمد طتي هو في دوري موريتاني عشان يجيبوا حكم موريتاني في بطوله عربيه كبيره. حلمي الاهلاوي كتب حسبي الله ونعم الوكيل في ده حكم ظالم والله لو كنت في الملعب كنت ضربته. قلبك ابيض يا عم حلمي. طب تعالوا نروح مع بعض كده نشوف الانستجرام كان عليه ايه لما حطينا سؤال حلقه النهارده وناخد بعض الاراء من على الانستجرام على هاشتاج قلب فرانكو.
ساجد الاهلاوي كتب ايوه اثرت طبعا، لو كانت حسب ضربه الجزاء واحده كان الماتش اتغير، لكن هنقول ايه الحمد لله وحكم ظالم ربنا ينتقم منه. يا ريت اتحاد الكره يتدخل عشان ما يحكمش ماتش طبعا مصر اللي جاي. باسم الاهلي كتب حكم سيء للغايه، احمد حسام كتب دول مش طقم حكام ده طقم حلال صيني، ندى كتبت الحكم كان ظالم قوي، اهلي فانز 74 رحمه كتبت ده مش سؤال والله احنا ما صدقنا بطلنا شتايم من امبارح الف كابيه ده رحمه، ماهر عاطف كتب الحكم يعتبر اسوأ مباراه ليه وربنا يستر لانه هيحكم ماتش مصر واوغندا الجاي، بيبو كتب اداء رجولي وشوط تاني لكن الاول مفيش اداء والحكم هو السبب في الخساره، بس احنا الاهلي اكبر من اننا نقول كده والحظ ما كانش معانا. يعني دي كانت بعض اراء الناس، طبعا الناس يعني مش عاجبها الحكم ولا عاجبها الاداء في الشوط الاول. زي ما قلنا هو في الاخر بطوله وديه كان ليها سلبيات وكان ليها ايجابيات، خلينا نمسك في الايجابيات ونسيب السلبيات نرميها ورا ظهرنا، وخلينا نمسك في الايجابيات ونشتغل عليها ونشتغل اكيد على السلبيات اللي كانت موجوده. للاسف وقت حلقتنا خلص النهارده، ولكن اشوفكم ان شاء الله يوم السبت في حلقه جديده من هاشتاج اهلي. تابعونا دايما على السوشيال ميديا بتاعنا على فيسبوك وتويتر وانستجرام على هاشتاج اهلي بالفرانكو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.